بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعي قناة محاكاة الطيران العربية، مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم رانا في تونس ورانا في ولاية القيروان، واكزاكتومون رانا في منزل المهيري. منزل المهيري هذه تقع في ولاية القيروان، في الجنوب نتاع ولاية القيروان، جاية في الشرق نتاعها كاين سيدي عمر بوحجة، في الشمال تاعها ولاد خلف الله، في الجنوب تاعها نصر الله، وفي الغرب تاعها سيدي سعد. هي منطقة فلاحية تمتاز بالفلاحة، وخاصة الزيتون، محاصيل جن زيتون. كانت قبل يسموها الفجيج، ومن بعد ولات تتسمى منزل المهير. السكان تاعها، الكثافة السكانية تاعها او تقريبا تفوق ال 12000 ساكن، وهذه شوية احصائيات قديمة شوية، ممكن تكون اكثر. دونك هذه هي تقريبا نبذة على منزل المهيري بولاية القيروان في تونس. كما العادة نرجعوا للقناة ونرحبوا بالمشتركين الجدد اللي يشتركوا معنا كامل في القناة، ونقول لهم مرحبا بكم في قناتكم، قناة محاكاة الطيران العربي، واللي يشوفوا فينا أول مرة كيف كيف ثاني نرحبوا بهم ونستناو منهم كيف كيف الدعم. القناة هذه اللي راهي بادية بزيارات لمختلف المناطق وخاصة في الجزائر وتونس، وهذا بطلب من الإخوة المشاهدين اللي راهم يضموني وزيارات لهذه المناطق. وحتى في الوطن العربي اذا كان كاين ما كانش مشكل. بديناها بزيارات لخاطش مايكروسوفت فلايت سيميلايتر عطانا ليماجريه البار ساتيليت، دونك رانا نشوفو دايرين زيارات. اما التخصص تاع القناه فهو زرع ثقافه محاكاه الطيران، ثقافه اللي تقريبا شبه منعدمه في الوطن العربي، ان شاء الله يكون عندها ثاني حنا ناس. غادي نديرو الملاحه الجويه، غادي نديرو ان شاء الله تعريف ببعض الطائرات، تعريف الأجهزة التي تستعمل في الطيران، نعرفوا بعض المطارات ونديروا رحلات المختلف المناطق. دونك نعاود نرحب بالناس اللي راهم يشوفوا فينا من جديد، نقول لهم مرحبا بكم في قناتكم، قناة محاكاة الطيران العربي. نتمنى ان شاء الله تستمتعوا معنا بهذه الدورة الخفيفة فوق منزل المهري. نتلاقوا ان شاء الله في بلاصة اخرى وفي منطقة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.